تبدي الآن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات. ضبط الريسيفر الخاص بك بتردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2021، حيث يبحث عنها الكثير من الجماهير وعشاق الكرة، كرة القدم، لمتابعة المباراة الرياضية والبطولات، حيث تقدم مجموعة مميزة من المذيعين وأكبر وأشهر المحللين الرياضيين المشاهير، وتقديم البرامج الرياضية المميزة على مدار 24 ساعة ببث محتواها. وإن شاء الله دلوقتي هنقول لكم أو هقول لكم على تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2021. تعتبر قناة السعودية الرياضية من القنوات الرياضية المميزة كي اس اي سبورتس، التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية بجميع الدول العربية بتقديم أفضل البرامج الجديدة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، وحيث تقدم عبر شاشتها صوت شاشة واضحة بإشارة ثانية لمتابعة الدوريات والبطولات. يمكنكم استقبال الريسيفر التابع لكم تردد قناة السعودية الرياضية لمتابعة المباريات والدوريات والبطولات الرياضية على الخطوات التالية: ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على تردد قناة كي اس اي سبورتس كما هو مرفق عليه من خلال النقاط السابقة بتقنية SD أو HD. تردد قناة KSA سبورتس على القمر الصناعي نايل سات، التردد 1-2-2-8-4 من الشمال لليمين. الاستقطاب عمودي، معامل التصحيح 6-5، معدل الترميز 2-7-5-0-0. تردد قناة كي اس اي سبورتس على القمر الصناعي عرب سات. سهل.